بتتكلم على احداث ورد وسيناريو مقارنة. هل يعلم ان هؤلاء العرب الذي يتهجم عليهم السادة المشاهدين، تحياتي. التخصص في الإعلام ساهم في تكاثر الفضائيات، وعليه فإن أصحاب القنوات الفضائية طوروا محطاتهم حين خصصوا لكل مجال قناة خاصة به، وهو ما أدى إلى بروز قنوات رياضية وقنوات غنائية وقنوات خاصة بالأطفال وأخرى بالمطبخ. واليوم سنتحدث عن هذا التخصص الذي أدى إلى تكاثر وتنوع التجربة الإعلامية لكل جهة، وسنخصص جزءا من الحديث عن الإعلام الديني. يسعدني أن أرحب بضيفنا السيد الإعلامي عمر غباش، مدير قناة نور دبي، وهو من الشخصيات الإماراتية الثرية بتجربتها الثقافية لكونه مؤلف ومخرج مسرحي، وباعتقادي يوفق الإعلام الديني كثيرا تحت إدارة شخصية مثقفة لا متعصبة دينيا. إدارة القنوات الدينية لا تتطلب بالضرورة شيخا، المهم أن يكون صاحب دين ومثقف ومتنور. بهذه المقدمة يسرني جدا أن أقدم لكم الأستاذ الإعلامي عمر غباش. أهلا وسهلا فيك، وأنا سعيد بوجودي معاكم. أهلا وسهلا، وأخجلتينا بهذه المقدمة الجميلة. الله يخليك، وأنا يعني بالفعل ممتنة لإدارة مؤسسة دبي للإعلام بأنها يعني اختارت شخصية مثقفة مثل حضرتك لرئاسة أو إدارة قناة دينية، لأننا بالفعل أستاذ عمر في زمن إعلام متعصب للدين حتى النخاع، أو إعلام لا دين له حتى النخاع. صحيح صحيح. كيف ترى المشهد الإعلامي الديني في إعلامنا العربي؟ مثل ما تفضلتي أستاذ هلا، يعني الإعلام الديني يعني ينقسم إلى قسمين. نعم. القسم الأول هو يعني إعلام متعصب لمذهب معين. نعم. أو لمنهج معين أو لأشخاص معينين محسوبين على التيارات الدينية أيا كانت. نعم. و يعني قنوات أخرى في الإعلام لا نريد أن يعني نزايد عليها، ولكن حقيقة غير ملتزمة دينيا على الإطلاق. نعم. ولكن يمكن قناة نور دبي من ضمن القنوات الدينية القليلة جدا التي تحاول أن تمسك العصا من المنتصف. وعندما نقول نمسك العصا من المنتصف، لا نقول بأننا نتهاون، ولا نقول بأننا نحاول أن نلعب على العصا. نعم. ولكن نقول بأننا نحاول أن نصل إلى مقولة أن الدين هو دين وسطي، و يعني الإسلام ليس فيه مغالاة وليس فيه انحراف إلى جانب معين. وبالتالي قناة نور دبي طبعا تحاول قدر المستطاع أن يعني تبرز هذا الجانب المتدين المعتدل الوسطي الذي يحاكي العقل ويحاكي القلب في آن ما. جميل. نعم. قناة نور دبي، بالفعل أنا يعني حينما أشاهد هذه القناة أشعر بأن فيها وجبة خفيفة لفئة معينة ووجبة دسمة جدا لفئة أخرى. هذا التوازن هل يعني يجير إنتاجه لحضرتك يعني تحت إدارتك أم لا؟ هو حقيقة يعني قناة نور دبي أنا يعني بدأت العمل فيها قبل رمضان بفترة وجيزة، يمكن قبل رمضان اللي فات يعني. نعم. في شهر 4 تقريبا. ويعني عندما استلمت إدارة القناة كان هناك أيضا يعني
نوع آخر من البرامج موجود في القناة، من ضمن مثلا البرامج التراثية. هذا النوع الآن حاولنا نحن قدر المستطاع على حسب طبعا توجهات الإدارة العليا للمؤسسة أن يعني نقلل الجرعة من البرامج التراثية، بحيث أن يكون هناك تخصص أكبر لقنوات المؤسسة. يعني البرامج التراثية سوف تكون من ضمن تخصص قناة القنوات التراثية. القنوات التراثية الأخرى أو القنوات المحلية الوطنية اللي موجودة عندنا، مثل قناة سما دبي مثلا. أنت يعني أستاذ عمر، أنا هنا أتوقف عند سؤال، هل هذا التخصص الذي يعني شرعت به القنوات ضمن باقة معينة مثلا، حكما وقعت في أنها مزجت بين اختصاصين لأنها تريد أن يعني تملأ فراغ 24 ساعة بدهم يكونوا على الهواء فبيفوتوا ببعض برامجهم؟ صحيح صحيح، ولكن يعني من المعقول جدا أيضا أن يكون هناك تخصص يعني مدروس وتخصص مخطط له مسبقا. نعم أنا مع التخطيط المسبق للعمل، أكيد. ومع التجهيز للمستقبل، ومع يعني وضع حتى العاملين في القناة في الصورة دائما. يعني أنا لا أعمل في الخفاء ولا جميل. أقرر بنفسي، دائما أحاول أن أستشير الأخوة الموجودين في القناة، وأحاول طبعا أن أسير على منهج المؤسسة بشكل عام، لأنه أنت تعرفي مؤسسة دبي الإعلام هي مؤسسة يعني من ضمن، ما نقول هي المؤسسة الرائدة، ولكن نستطيع أن نقول بأنها هي ضمن المؤسسات الإعلامية العربية الرائدة. طبعا وبالتالي عمل هذه المؤسسة هو عمل ممنهج، عمل منظم، عمل يعني غير عشوائي. لدينا خطة واضحة يعني بالنسبة للقنوات، ماذا تريد أن تقدم هذه القنوات، نعم وما هي استراتيجية كل قناة من القنوات، وما هي أهداف هذه القناة، وما هي الشريحة المستهدفة لكل قناة من القنوات. عندما تم اختيار أستاذ عمر غباش ليكون مدير قناة إسلامية، لأنك مؤلف ومخرج مسرحي، هل نظرت إلى الموضوع من منطلق معين؟ هل أحببت أن يعني تقدم الإعلام الديني من وجهة نظر مسرحي؟ هو شوفي، طبعا انا انظر لقناه نور دبي بالذات انها هي مش قناه اسلاميه او قناه دينيه بحته، نعم لانه انا انظر الى الدين الاسلامي كحضاره نعم وليس فقط كعقيده او كفقه اسلامي او كشرح للايات القرانيه وشرح للاحاديث النبويه. هذه جوانب مهمه جدا، طبعا شرح الدين وشرح الآيات القرآنية والتطرق إلى الحديث النبوي الشريفة وإلى آخره، من أمور تخص الفقه والسيرة النبوية الشريفة. ولكن هناك جوانب متعددة لها علاقة بالحضارة الإسلامية. طبعا لدينا فن الخط العربي مثلا. الخط العربي تطور ضمن تطور الحضارة الإسلامية. نعم فن الخزف تطور ضمن تطور الحضارة الإسلامية. التاريخ الإسلامي يزخر مثلا بالمدن الموجودة على مدى جميل. إذا أنتم في قناة نور دبي ستبرزون هذا الجانب. ما في شك. جميل. ما في شك. بما أنه يعني أستاذ عمر، نتحدث عن عمر غباش المسرحي، هنا لابد أن أعرف جمهور قناة فلسطين عن حضرتك بهذا التقرير. سنتابع هذه المادة عن حضرتك. تجربتي هي تجربة منوعة حقيقة، يعني سواء كان في التأليف المسرحي أو في الإخراج المسرحي أو في التمثيل. هذا من الناحية الفنية، من الناحية الإبداعية، من الناحية الإدارية. طبعا الحمد لله عندي تجارب عديدة، يعني سواء كان في جمعية المسرحيين أو في مسرح دبي الأهلي أو في هيئة دبي للثقافة والفنون أو في اتحاد الفنانين العرب، والآن أيضا في المركز العربي الأوروبي لمسرح الطفل والشباب. أنا كذلك المنسق العربي للمسرح.
المركز. فيعني هي مجموعة من الأشياء، هي مجموعة من التجارب. هو أولا شوفي هو المسرح أبو الفنون يعني أكيد. ثاني شيء هو يعني الهواية الأولى اللي بدأت فيها في الثقافة وفي الفن بشكل عام، وبالتالي طبعا بالنسبة لي المسرح هو أهم، سواء كان على مستوى التأليف الإخراج التمثيل أو حتى الإدارة المسرحية للفرق المسرحية أو الجهات الثقافية المسؤولة عن المسرح، هو أهم حتى على مستوى الوطن العربي، حتى على مستوى الخليج. يعني أنا دائما في محاولات للتقدم ولو ربع خطوة للأمام. طبعا شاهدنا هذه المادة عنك أستاذ عمر، وأنا هنا أريد أن أشرك زميلي حسن دلبي. أستاذ حسن تحياتي. هذه المادة عن السيد عمر غباش، وهو طبعا بين يديك. ما أخبار الرسمة؟ والله يعني اطمنت عليها من ضحكته وقت انا برسمه في البدايه. نعم. والضحك طمنت عليه انه فيها شيء مبسوط يعني عم يسترق النظر. شو رايه الاستاذ عمر؟ والله انا حقيقه يعني فعلا ضحكت من قلبي لما شفت الصوره الرسمه اول ما شفتها، لانه يعني لما توقع نفسي هكذا. اثناء طبعا اريد ان اقول هذا للمشاهدين، اثناء متابعتنا للتقرير شاهد الاستاذ عمر الرسم وبالفعل ضحك وقال انه لم يتخيل نفسه بهذا الشكل. طبعا استاذ عمر يعني استاذ حسن دلبي الفنان يعني صاحب هذه الرسومات في هذا الاستوديو المتحف المصغر، اسم معروف جدا على مستوى الوطن العربي يعني، وانا اتشرف بانه هو يعني قام برسم صورتي يعني. الله يخليك، شكرا كثير، لنا الشرف. الله يبارك فيك. يعني كمان انا اريد ان اطلب من حضرتك لو هناك صوره معينه حاليا من الصور التي تشاهدها تريد ان تعلق عليها، فطبعا متاح هذا لحضرتك. والله يعني هو طبعا كل رسوم الاستاذ حسن يعني ملفته حقيقه. اريد ان اسالك انا عن شخصيه. من هو هذا الشخص؟ لان الكثيرين يعني اللي في الاعلى في الاعلى في الاعلى باسم يوسف. سلام عليك. كل الضيوف يعتقدون بان هناك شخصيه واحده لا علاقه لها بالاعلام في هذا المتحف المصغر، وهذه الصورة لباسم يوسف. يقولون يوسف كيف ما لها علاقة، يعتبرون أن هذه صورة الرئيس السوري الحالي بشار الأسد، فكلهم يقولون لما وضعتم صورة بشار الأسد هنا؟ فنحن يعني لا، هناك فرق شاسع ما بين الصورتين. أخبرني ما هو الفرق بين بشار الأسد وباسم يوسف؟ يعني طبعا الشكل لا شك بأنه مختلف تماما. شوفي أنا في الأساس مخرج مسرحي، وبالتالي طبعا يعني تكتشف الوجوه مهمة بالنسبة لي أكيد يعني. طيب بما أنه نحن نتحدث عن باسم يوسف، ما رأيك بإعلام يعني مصر الساخر عبر هذا الوجه الإعلامي الظاهرة؟ يعني هو طبعا باسم يوسف لا شك بأنه علامة فارقة في الإعلام الساخر في الوطن العربي ككل. نعم. ويعني قد أحدث نقلة نوعية حقيقة في مستوى المواضيع المطروحة. نعم. وفي مستوى المشاهدة يعني عدد هائل من الناس لكل حلقة بالملايين حلقات البرنامج، وبالتالي هذا شيء يحسب للإعلام العربي ككل. صحيح. ولا شك بأنه طبعا يعني البرنامج كان مشاهد على مستوى الوطن العربي من الشرق إلى الغرب. أنا أستاذ عمر شريرة بسؤالي، يعني لم أسألك عن باسم يوسف إلا لأنك مسرحي ولأني وضعت في رأسي سؤال ما. يعني باسم يوسف يبدو لي أنا كمشاهدة أنه يحاول أن يقدم الإعلام بصورة مسرحية تشبه إلى حد بعيد المسرحي المصري الكبير
محمد صبحي حتى بنبرة الصوت. هل لنا أن نقول بأن باسم يوسف هو الإعلامي الأول الذي جلب المسرح إلى الإعلام؟ لا لا لا، لأنه المشاهد اللي بالبيوت بنحس أنه عم يعمل سكتشات مسرحية، بيجيب لا تليفون. لا شوفي، هو هذا ما عم يقدم إعلام حاري أستاذ. يعني شوفي، البرنامج اللي قدمه باسم يوسف هو مش جديد كفورمات كشكل. نعم هذا موجود يعني حتى في الولايات المتحدة. صحيح. يعني ديفيد لترمان يقدمه. نعم. قبل ديفيد لترمان كان يقدم جوني كارسون، ومجموعة كبيرة مشهورة جدا على مستوى الولايات المتحدة والإعلام الغربي. طبعا معروف البرنامج. أنا قصدت أنه هو كإعلامي مصري يجلب معه أدوات مسرحية على الإعلام. ما هو حتى جوني كارسون كان يقدم سكتشات على خشبة المسرح في الاستوديو، ديفيد ليترمان ايضا كان يقدم سكتشات ولا يزال في قناه الان بي سي الامريكيه، وبالتالي طبعا مش جديد ابدا. بصرف النظر اذا كان يعني باسم يوسف او الاجانب، انا اقصد انه هل هذا يشبه المسرح الاعلامي؟ يعني هو طبعا اكيد انه في نوع من المسرح للقضايا المطروحه. يعني السكتشات معروفه على مستوى سواء كان الوطن العربي او يعني العالم الغربي. السكتشات هي نوع مبسط من التمثيل المسرحي. جميل. نحن أستاذ عمر يجب أن نخرج إلى فاصل، وسنتابع مع حضرتك المزيد عن الإعلام الديني والإعلام العربي والمشهد عامة بعد هذا الفاصل. كونوا معنا مشاهدينا. شكرا لوفائكم مشاهدينا، ويعني عدنا إليك أستاذ عمر. أتوقع بأن الإعلام الساخر الذي كنا نتحدث عنه قبل الفاصل انتقل إلى يعني القنوات يعني السورية عبر الإعلام من خلال اليوتيوب، لكن خرج فترة مؤقتة جدا ثم اختفى لهول الحدث السوري. أنا أود فعلا أن أخذ يعني برأي مثقف إماراتي، إعلامي إماراتي، عن المشهد الإعلامي السوري. انشقاق إعلاميين. هو طبعا لا شك بأنه المشهد الإعلامي السوري يتبع المشهد السوري على أرض الواقع. نعم. وهناك طبعا اختلاف في وجهات النظر، واختلاف في المواقف، واختلاف في يعني التمترس في أماكن معينة وإلى آخره، من يعني عناصر كثيرة من المجتمع السوري، سواء كان على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي، على المستوى الفني، على المستوى الإعلامي وإلى آخره. هي لا شك بأنها فترة عصيبة جدا يمر فيها الشعب السوري الشقيق، والذي نتمنى أن تنتهي هذه الفترة العصيبة في القريب 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 العاجل إن شاء الله، ويعود يعني الشعب السوري والوطن السوري أكثر قوة وأكثر مع أنها يعني مساهمة في ربما صعبة. الوطن العربي قد تكون صعبة، ولكن يعني دائما يعني الأوضاع الصعبة تقوي إذا لم تكسر. في الواقع أنا أستاذ عمر سألت هذا لأنني أشهد هنا في الإمارات إعلاميين كثر جاءوا من سوريا، كما يعني من فئات أخرى غير الإعلاميين، الكل يبحث عن وسيلة عيش، الكل خسر بيوت وخسر أرزاق وخسر عائلات، والجميع يحاول أن يبحث عن عمل. أنتم في الإعلام الإماراتي أكيد يعني تأتيكم كل يوم سيفيهات عديدة للصحفيين والفنيين من سوريا، هل هناك حالياً تعاطف معين
مع الصحفيين أو الكادر الإعلامي السوري؟ نحن لا شك نتعاطف مع الشعب السوري، هذا الشيء لا شك فيه يعني. والصحفيين والإعلاميين السوريين هم جزء من هذا الشعب، وبالتالي يعني نحن دائما مع إعطاء الفرصة للإعلام المتميز. نعم. وهي قضية يعني اغتراب الصحفي أو الإعلامي من بلد إلى بلد، لا شك يعني لهذا الاغتراب أسباب. نعم. قد تكون هذه الأسباب سياسية مثل الوضع الآن في سوريا. نعم. وقد تكون أسباب اقتصادية مثل الأوضاع في أماكن أخرى من الوطن العربي أو من أي مكان في العالم. ولكن أنتم في مؤسسة دبي، هل يعني تساعدون هؤلاء الفنيين، مثلا مصور، مخرج، صحفية مثلا، هل هناك حاليا تعاطف أكبر مع هذه الفئات السورية لكونها تعاني فعلا يعني كسب الرزق؟ لا لا طبعا احنا ما نتعاطف من أجل التعاطف فقط يعني. نعم. نحن مؤسسة احترافية، نتعامل مع الشخص الإعلامي بدون النظر إلى جنسيته أو ظروفه أو ظروفه المحيطة. نحن ننظر للشخص الإعلامي كونه يمتلك أدوات وقدرات معينة يستطيع أن يقدمها لهذه المؤسسة، ويستطيع من خلال هذه القدرات والإمكانيات أن يضيف للمؤسسة، أن يقدم شيء إضافي. للأسف يعني نحن أمام مشهد إعلامي سوري بالفعل فيه عدد كبير من المشاقين وجميعهم يحاول أن يبحث عن عمل. أود أن أسألك زميل حسن، وأنت طبعا سوري، هل هناك سوريين كثر من الزملاء الصحفيين أو الفنيين هنا في الإمارات على حسب علمك، أم مثلا أنهم في مصر أكثر أو في لبنان؟ يعني اللي هون أساسا هنن هون، بس اللي اجوا لهون يعني انا ما بعرف، يعني اللي بعرفهم مثلا 2 أو 3 مش اكثر. اذا ربما الاكثر ذهبوا الى مصر. عم تبحث عن فرص عمل. نعم. عن مكان يقيموا فيه ويشتغلوا فيه. نعم. اكيد. ما هي اخبار يعني رسمه الاستاذ عمار، فينا نشوف؟ والله الاخبار هون يعني والله حلو كثير الصراحه. بس ما كانك كبرتني كثير استاذ حسن. لا هلا المستقبل اكثر قارئ الطالع. على فكره رائع الرسمه حسن، رائع جدا جدا يعني. انا بقول احلى رسمه. هو استاذ عمر في عنده مستقبل، يبدو انه متحيز لك يا استاذ عمر، صدقني احلى رسمه رسمها. ما شاء الله ما شاء الله، رائعه. سنتابع بعد استاذ عمر في مستمسكات عنده، شكل الشارب حلو، الحواجب، ويروحوا المرحه على فكره. جميل. لاحظ استاذ عمر يقول هي مستمسكات. مستمسكات، هو مستمسك على اي شيء مش عارف. مستمسكات يعني ملفت المصطلح. الرسام الكاريكاتير يستمسك يعني عضو معين في الوجه، ويعني يحاول ان يكتشف فيه. هو قاعد يرسمني هلا يعني فجأة لقيت التفت كذا. أنا هلأ فهمت ليش ضحكت هالقد. فقلت له عفوا أنت اكتشفت شيء جديد أستاذ حسن. التفت بسرعة يعني. معك يعني. لا بس أنا قاعد أركز على الخطوط وعلى الكلام. بصراحة أنا كان عندي فضول أعرف ليش ضحك هالقد لما كان التقرير، وهلأ فهمت. الصورة رائعة حسن. طب ننتقل الآن إلى فيديو مهم يجب أن يعني نتابعه ومن ثم نعلق عليه. محمد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا استاذ عمر، اهلا وسهلا يا فندم. كل سنه وحضرتك طيب. بالصحه والسلامه. انا طالب من حضرتك طلب بس. اتفضل يا فندم. يعني حضرتك في شيخ عليك اليمين وشيخ عليك الشمال والجماعه بيقروا قران، والمدام اللي جنب حضرتك بحط رجل على رجل. معلش. اكيد ما خدتش بالها يعني او بحكم العاده. حضرتك ليك سؤال؟ ماشي انا نقطه طيب. النقطه اللي انا عايز اعلق عليها. شكرا يا استاذ محمد، شكرا للتنبيه. سؤال كمان؟ اهلا ايمن اتفضل. السلام عليكم. وبركاته. أنا الدكتور أيمن قداح صديق البرنامج وبكلمك. أنا بس ببلغ تحياتي للشيخ جمال قطب أول حاجة، وبقول لحضرتك المذيعة اللي جنب حضرتك دي يعني لازم تاخد بالها إن إحنا في برنامج ديني
وهذا الزي يعني لما الخواجات بيقابلوا الشيخ الازهر بيحطوا الشعر الاصفر والكلام ده في ليالي رمضان يا استاذ ايمن مع يعني هناخد بالنا من الحاجات دي. حضرتك ليك سؤال يا فندم؟ يعني انا اترك التعليق لك استاذ عمر. والله يعني شوفي هي على حسب ثقافة الإنسان. نعم. وكما يقول الشاعر كل إناء بما فيه ينضح. نعم. وبالتالي طبعا ردة الفعل تعود إلى ثقافة الشخص نفسه. للأسف الشديد نحن في الوطن العربي ككل نعاني من مشكلة الجهل. ويقول الشاعر كذلك ومن الجهل ما قتل. ومن الجهل ما قتل. نعم. طبعا أنا ليش أتكلم هذا الكلام؟ لأنه يعني يمكن أنا صارت لي فرصة أني أنا أزور كل الدول العربية تقريبا في فترة من الفترة. طبعا بحكم في فترة قريبة جدا يعني في فترة وجيزة. نعم. يعني كان عندي رحلة كذا طويلة على مدى الوطن العربي. وطبعا مش بس اعتمادا على هذه الرحلة ولكن اعتمادا على الإحصاءات اللي موجودة في الوطن العربي قبل القيام حتى الثورات العربية والربيع العربي كما يسمى وإلى آخره. يعني هناك نسبة كبيرة جدا من يعني من مواطنين الوطن العربي للأسف الشديد يعني ليس لديهم نسبة تعليم طبعا وليس لديهم والمتعلمين يمكن حتى يعني أنت لا يكونوا تريد أن تقول بأن هذا الشخص المتصل هو غير متعلم وبالتالي متعصب دينيا. وأنا اخترت هذا الرابط تحديدا أستاذ عمر لأننا يعني أمام مدير قناة دينية. هل هناك ما يلزم؟ وهذا سؤال فعلا أريد أن أسأله لكل من يتابعني في القنوات الفضائية والإعلام. هل هناك ما يلزم أن أضع أنا حجاب الآن لأنني أقابل فرضا الشيخ أحمد الكبيسي وبعد الشاشة مباشرة أخلع الحجاب؟ لماذا يتعاطى الإعلام أو مدراء القنوات بأنه يا مذيعة يا حضرتك اليوم بدنا نقابل والله المفتي مالك الشعار حط حجاب بس تخلص الحلقة بتشيلي؟ ليش هالتناقض؟ عندي هذا السؤال. هذا الفيديو أنا اخترته خصيصا لأنه يقول المتصل حتى رجلة فوق رجل المذيعة نزلت رجلة قالت عذرا. المتصل التالي قال ليه شعرك أصفر؟ طب يعني إذا كان منو شيخ معلش بيكون أسود؟ شو الأسئلة الغريبة؟ فأنا بالفعل مستفزة. لا يعني نحن مقصرين أنه غير محجبات. أترك لك الإجابة ولكن يعني فسر لي لماذا هذا التناقض. أنا أولا لست يعني في مكان أو يعني في وضع يسمح لي بأن أفتي. منك شيخ دين؟ أنا لست مفتي ولست شيخ دين أصلا يعني. ولكني أنا أتحدث فقط بشكل عام كوجهة نظر شخص يعني إعلامي ويعني لديه تجربة طويلة في هذا المجال. نعم. أنا أعتقد أولا بأنه يعني الدين دين يسر وليس عسر. نعم. وليس هناك مجال لأن يتحدث الشخص عن مذيع أو مذيعة لأنه هذا ليس من 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 يعني تخصصه أو من عمله. نعم. وبالتالي يترك التخصص لأصحاب التخصص. نعم. أنا حضرتك لأنك مثقف توعي هالمشاهد أنه هيدي المذيعة يمكن تكون بتعرف تصلي أحسن منه ويمكن تكون تقرأ قرآن يوميا ليش عاقبة؟ يا ليت لو أنه جوابي أنا ممكن أنه يثقف المجموعة. تأكد يا أستاذ عمر يعني إحنا واجبنا. أنا أخاف أنه يعني حديثي قد يصل إلى مجموعة بسيطة من الناس. ولكن اللي أريد أن أقول في هذا المجال بأنه يجب أن يعطى صاحب التخصص مجال للعمل في مجاله ولا يجب أن يفتي كل شخص له باع وليس له باع في مجال معين. يعني إذا سألتيني مثلا عن الهندسة المدنية الآن
لن استطيع ان اجيبك لاني انا يعني ليس صاحب تخصص في مجال الهندسه المدنيه. نعم. واذا سالتيني عن علم الذره مثلا لن افقه ولا شيء، وبالتالي يجب ان احترم نفسي واحترم شخصيتي بانني يعني استطيع قد استطيع ان اتحدث في مجال الاعلام. وقد أنا اعتقد ان المتصل اصلا هو يعني مخالف بمداخلته حتى للمشايخ الذين كانوا في حضره عمرو اديب، ربما الشيخ الذي كان حاضرا لم يكن بهذا التعصب. انا هنا اريد ان اقول انه نعم انا غير محجبه، وهلا يمكن بعد الحلقه الله يعلم شو بده يصير لانه تعرضت لهذا الحديث. انا اريد ان اقول لا تعاقبوننا، نحن نعرف الدين، واتركوا محاسبتنا لله. فأنا أود فقط أن أشير إلى الإعلام الديني أيضا مطلوب منه أن يوضح هذا الشيء. ما في شك، ما في شك. هو لذلك نحن لدينا قناة وسطية هي قناة نور دبي، تحاول أن تقدم السهل الممتنع، تحاول أن تقدم الشيء يعني الذي يصدقه العقل ويرسخ في القلب. نعم. لكن أنا فقط يعني أضيف إضافة بسيطة. تفضل. إلى أنه هي المشكلة مش مشكلة هؤلاء الـ يعني المتداخلين الذين تداخلوا. نعم. في هذا البرنامج اللي شاهدناه، ولكن هي المشكلة أنه هناك عدم وعي. بالضبط. في يعني على مدى الوطن العربي. نعم. ليس هناك وعي لأين يعني تنتهي مهمتي وأين حدودي التي لا أتعدها. أنا إجمالا يعني يجب أن نخرج إلى فاصل، ولكن فقط أقول أنه أنا تعاطفت جدا مع هذه المذيعة وهي على الهواء مباشرة تستقبل الهاتف تلو الهاتف لكي تقوم في مسارها الديني، وأنا أقول نحن مقصرات، نحن غير المحجبات المسلمات مقصرات، ولكن الله يهدينا. فبليز رجاء. آمين. إلى فاصل. إلى فاصل. اهلا بكم مجددا مشاهدينا، وارحب مجددا ايضا بك استاذ عمر، والحقيقه من نور دبي ونورت قناه فلسطين. الله يسلمك، هذه عينك. الله يخليك. حسن، اخبار الرسمي تمام؟ بالالوان هلا ولا بعد؟ لا اكتفيت فيها بالابيض واسود. اها، اذا الرتوش ستكمل الرتوش. نعم. انا ادعوكم لمتابعه تقرير اخر، ماده نتابعها لو سمحتم. أنا أولا نهنئ برنامج المشهد الإعلامي، نحن بحاجة وبأمس الحاجة لهكذا برامج. الصحفيين يغطون كل قطاعات، يعني القطاعات الطلابية والشبابية والطب والتجارة وما إلى ذلك، لكن لا أحد يهتم بهم. نحن أحوج ما نكون إلى أن نناقش أوضاعنا وواقعنا، واقع الصحافة العربية، وبالتالي هذا البرنامج يأتي في الوقت المناسب وفي ظرف مناسب، وبالتالي ندعم هذه الفكرة ونبارك لمن قام على هذا البرنامج ونتمنى لهم النجاح والتوفيق. إذن أستاذ عمر، شاهدنا هذه الشهادة في مشهدنا الإعلامي من شخصية فلسطينية. أنا أود أن أستمع لرأيك في برنامجنا يعني متخصص في الإعلام. لا شك بأنه يعني الحديث اللي تفضل فيه الأستاذ قبل شوي حديث مهم، لأنه فعلا الإعلاميين العرب هم يغطوا الأحداث ويغطوا يعني كل ما يجري في مجتمعاتهم، ولكن لا يجدون من يتحدث عنهم ويناقش قضاياهم ويعني يتطرق إلى همومهم. ولذلك أعتقد بأنه برنامج المشهد الإعلامي هو برنامج مهم، يعني أكيد أنه سيساهم في تطوير
المشهد الإعلامي العربي إن شاء الله. يعني هذه بداية من طرفنا، ونتمنى أن يكون هناك برامج متخصصة في الإعلام في محطات أخرى وفي أجزاء ومواسم أخرى أيضا لنا. أود أن أشرك زميلي حسن. حسن، يعني المشهد الإعلامي من وجهة نظرك أنت ككاريكاتير، كرسام كاريكاتير، إذا سألتك المشهد الإعلامي العربي حاليا، لو أنا طلبت منك ترسم شيء براسك عنه، شو ممكن تحط له لوحة؟ والله بنحط له يعني لوحات أولا. التخبط الإعلامي كتير واضح، التضليل الإعلامي كتير واضح، اتجاهات المتعاكسة هي تماما كتيرة، القنوات المعتدلة قليلة ومرحب فيها وأنا معه، يعني الاعتدال في كل شيء. جميل. لو طلب التعليق منك على المشهد اللي شفناه من البارت الأول، يعني السيدة الإعلامية التي تعرضت لي، يعني أن يعني طلب منها المتصل أشياء محرجة لها، أنت إذا بدك ترسم كاريكاتير عن هيك مشهد، أنا بقول يعني أنا بحكي بلسان الشيخ، إنه هو الشيخ أو عنه، إن ليش ما قال اللي قاله المتصل؟ معناتها هو كان الشيء طبيعي اللي عم يصير. اذا الشيخ غير متعصب. لا، اللي منفتح انه قبله بحالته الطبيعيه بدون حجاب. جميل. المتصل هو المتعصب، هو اللي بده يفرض رايه ويدخل على الهواء طبعا، مثل ما قال الاستاذ عمر انه هذا عم يقتحم الهواء. سيكون رائعا منك استاذ حسن ان تنتقد هكذا مشهد برسم كاريكاتيري، لان الاعلام الديني الذي خصصنا له هذه الحلقه اليوم يستحق ان يقدم عنه يعني كاريكاتير توعوي للمشاهدين. وطبعا يعني هو التعميم صعب ايضا، يعني لما نقول احنا الإعلام الديني، لا أنا لا أعمم فعليا، أنا يعني خصصت هذا المشهد. نعم، هذا مشهد من ضمن يعني جزء من برنامج، أنا أعتقد بأنه قد يكون يعني يؤثر فقط على يعني شريحة معينة من الإعلاميين، ولكن لا يؤثر على الإعلام بشكل كامل، لأنه إحنا كإعلاميين عارفين أنه الاتصالات المباشرة مع الجمهور تضعنا في حرج في بعض الأحيان. نعم، يعني بصرف النظر إذا كان الحديث عن الدين أو غيره. نعم، ويجب أن نتحمل هذا الإحراج إذا كنا فتحنا الباب، ما دام فتحنا الباب للنقاش مع الجمهور، يجب أن نتحمل ما يأتي من هذا الجمهور. نعم. ولكن طبعا أنا أعتقد بأنه يعني المشاهد الإعلامي أو المشاهد العربي، نعم، يعني يجب أن يكون يعني كيس، ويجب أن يكون عقلاني في التعامل، وهي مسألة يعني تخضع للثقافة الخاصة في الشخص نفسه. على كل، هناك إعلام ديني متعصب في دولنا العربية، وعلينا أن نعترف هناك إعلام متعصب في بعض الأحيان. هناك أيضا كليب نريد أن نشاهده سوية ضمن فيديوهات أحدثت مشاهدة، ونحن نختم عادة حلقات برنامجنا بهكذا فيديوهات ثم نعلق عليها وبعدها جولة. إذا تابع معي أستاذ عمر، تابع معي حسن، يلا. أحييكم على الهواء مباشرة من القاهرة ومن الهواء الطلق، لكني قبل أن أبدأ الحلقة أود أن أتقدم ببلاغ على الهواء مباشرة إلى السيد وزير الداخلية، فقد تم الاعتداء علي بالضرب المبرح تحت أمام عمارة قناة الجزيرة هنا من شخصين اقتربا مني في شكل اتضح أنه كمين، واعتدي علي بالضرب المبرح أمام الناس جميعا، كسرت نظارتي وتحولت إلى فتات، وأصبت بكدمات في وجهي، ونزف الدم من هنا من خلف أذني، وعندي تورم شديد هنا، ولاذ بالفرار في سيارة كانت تنتظرهما فيما اتضح أنه كمين. كنت أقف لانتظار الدكتور نعمان جمعة حتى أصحبه إلى الاستوديو، فاقترب مني شخص وقال لي: هل أنت أحمد منصور؟ بمجرد أن قلت له نعم، ضربني بقوة شديدة في شكل اتضح أنه كان يريد أن يسبب لي عاهة وليس ضربا بسيطا، فيما كان شخص آخر خلفه انهال علي الآخر بالضرب أيضا، لكني والحمد لله قمت. إذا كان الهدف
هو إسكاتي عن قول الحقيقة فلن أتوقف عن قولها، وأرجو من السيد وزير الداخلية أن يهتم بهذا البلاغ، فمصر الآمنة يجب أن تحمي أبنائها لا سيما الشرفاء منها. أستاذ عمر، طبعا أترك لك التعليق حول ما جرى مع الإعلامي أحمد منصور وربما هو محسوب على المتدينين. يعني هو الإعلامي الذي يعمل في الميدان، نعم، حقيقة يعني معرض لهكذا مشاهد، وخاصة في أماكن فيها نوع من التوتر، نعم، يعني الأماكن التي توجد فيها حروب أو مثلا مظاهرات أو انتفاضات أو يعني هناك الكثير من الإعلاميين في فلسطين، من الإعلاميين في العراق، من الإعلاميين في سوريا، من الإعلاميين في لبنان، تعرضوا للقتل. وليس فقط من ينتقي مهنة المراسل في أرض الواقعة. لا شك أنه يعني لا شك بأنه الذي يعمل في المجال الإعلامي يعني على أرض الواقع وفي الميدان على خط النار وفي أماكن الحساسية يعرض نفسه للخطر. طبعاً. وهذا يعني في حد ذاته يعني هو اختيار، أكيد يعني اختيار هذا الإعلامي أن يكون في هذاك الموقف، نعم، في تلك الفترة وفي ذلك الظرف. وبالتالي طبعا في الدول الأخرى أنا أعتقد بأن يعني الإعلامي يؤمن عليه على حياته. هل يؤمن على الإعلامي في الوطن العربي؟ لا يؤمن على شيء. أنا تعليقا على ما تحدثت أستاذ عمر أريد أن أقول لحسن، هذه الصورة هناك تشير إلى ما يتعرض إليه الإعلامي، اليد المصابة، نعم، يعني رغم الجرح ومستمر في الكتابة. صحيح. يعني من كل الأماكن اليد مصابة وهو لا يزال يقاوم، يكتب باللون الأحمر وكأنه يكتب باللون الدم. يعني هذا تعليق جيد على ما يتعرض إليه الإعلاميون من ضغوطات وما شابه. الإعلام العربي سيستمر في جرأته أحيانا في يعني انحيازه وأحيانا في دلعه، لأن الإعلام العربي أصلا يعني روج الإعلام اللي شوي خفيف كتير. أنا بحب اليوم أسمع رأيك أستاذ عمر بنهاية هذه الحلقة، يعني صفة لهذا الإعلام، المشهد الإعلامي العربي. هو طبعا أنا لا أستطيع أن يعني أعطيه صفة، ولكن أنا عندي أمنية حقيقة بالنسبة للإعلام العربي أن يستطيع أن يوصل الحقيقة للناس بشكل يعني واضح وبشكل متطور، يعني يستطيع من خلال هذا التقديم للحقيقة أن يرفع من مستوى المعرفة لدى المشاهد العربي ويرفع من مستوى الثقافة بشكل عام لدى المشاهد العربي. يعني الأمة العربية ليست أقل عقول ولا أقل فكر من الدول الأخرى والأمم الأخرى، كما لديهم حضارة لدينا حضارة، لكن لدينا رقابة أكثر على الإعلام. والرقابة موجودة، لكن هو حتى الرقابة موجودة في دول كثيرة، ولكن أنا أعتقد أنه ليست الرقابة هي المحك الأساسي، الإبداع هو المحك الأساسي. عندما يكون هناك إبداع لدى الإعلامي العربي يعني اختيار مواضيع جديدة ولاختيار أشكال جديدة في الإعلام العربي، سيستطيع أن ينور إن شاء الله المشاهد العربي إن شاء الله. أنا أستاذ عمر أشكر حضورك، حضور ملفت كإعلامي إماراتي ومثقف إماراتي، وأتمنى أن نقوم يعني بجولة قصيرة هنا في الاستديو المتحف مصغر لرسومات زميلنا حسن إدلبي، لكن قبلها أرجو أن تشرفني بكلمة مقتضبة عن زيارتك لبرنامجنا على كتاب المشهد الإعلامي الذي نخصصه للضيوف. يسعدني ذلك. أهلا وسهلا.
أنا سأقوم لأكون بقرب حسن لأشاهد الرسم الكاريكاتوري مقربا منه إن شاء الله. ما أجملها من صورة. أنت لعبت على الحواجب كتير؟ عنده الحواجب والشوارب. أريد أن يعني أبرزها للمشاهدين. وعلى فكرة أتخيل أنه باللون الأبيض والأسود أهم من لما تكون ملونة. إيه تتركي للمشاهد يتخيل اللون. شغل مخيلته. بالفعل أنا كتير حس أن هذه أجمل صورة رسمتها حتى الآن لضيف من ضيوفنا حسن. كنت بالفعل دقيق للغاية في صورة أستاذ عمر غباش. مستاهل أستاذ عمر. تسلم يا سيد حسن. بعتقد رح يحسدوك باقي الضيوف. ولكن لأنه كل حدا حيشوف اللوحة وحيشوف الحلقات فبتخيل صورتك تحديدا حتكون بالنسبة للجميع الأكثر يعني دقة. نقوم إلى الجولة أستاذ عمر. أود أن أنهي الحلقة معك هنا أمام الرسومات. ربما هنا تشاهد الرسم الذي تحدثنا عنه أكثر عن قرب. نعم حسن. أيوة. تفضل أنت معنا. هيدي الرسمة اللي حكينا عنها. معبرة جدا حقيقة. معبرة جدا. وكمان هون في كمان صحفي يقاوم. أيوة. إيده مكسورة ومربوطة بالجريدة. يعني كأنه الإعلام هو المساعد المنقذ والطبيب. هو كثير كثير من رسوماتك أستاذ حسن مرتبطة بالإعلام. طبعا هو كله إعلام. نحن انتقينا هذه الرسوم لأنها يعني تنطبق على الإعلاميين. أستاذ حسن يرسم كاريكاتوريا شخصيات أخرى، لكنني انتقيت هذه الرسوم تحديدا لأنها مشهد إعلامي وتناسب الكاريكاتير. تناسب البرنامج. بالضبط. أستاذ عمر أنا شاكرة لحضورك. وأنا سعيد. تكون استمتعت. أنا سعيد جدا بوجودي ما بينكم. الله يخليك. الله يخليك. ويعني لم أتوقع كل هذه الحفاوة حقيقة. بالعكس. شكرا جزيلا. تستحق. أولا كمسرحي وكمثقف وكمدير قناة إعلامية متوازنة دينيا. وأنا طبعا أشكر حضورك وأريد هنا أن أوجه هذه الكلمة للمشاهدين. نرجو فعلا من أصحاب القنوات الدينية أن يتوازنوا كما نور دبي. شكرا لمتابعتكم.